السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. اتمنى ان كلكم تكونوا كويسين وبخير وبصحة كويسة، انتم واولادكم وكل حبايبكم يا رب. وبطلب من متابعيني او من اللي بيتفرجوا عليا في القناة ان هم يشتركوا في القناة معايا، ويفعلوا زر الجرس عشان اي حاجة بنزلها توصل لكم. وما تنسوش طبعا يا حبيبي تحط لي لايك بعد اذنكم عشان القناة تكبر والتفاعل يزداد، وكومنت جميل كده زيكم. النهاردة يا حبايبي هنضف الميكروويف، لاني بقالي فترة ما يعني ركناه كده، مش على بالي ان انا اعمله. فطبعا الطبق بتاعه مكان تسخين العيش مش عاجبني، يعني عايزة انضفه عامة لان هو دوت التنظيف بتاعه. معايا هنا جايبة بولة كده أو طبق إزاز أو كوباية أو أي حاجة ممكن تحط فيها مية، وهحطها جواه، وهعصر جواه نص ليمونة وأسيب القشرة كده برضو، وهحط معايا كمان شوية خل، حوالي ربع فنجان خل كده، بس كده. ده الحاجة اللي انا بحطها في المية، وبقفل وبشغل الايه الميكرويف. يعني حوالي 4 دقايق كده، او 4 دقايق ونص او 5 دقايق على ما يفصل، وهننضفه سوا. خليكم معايا. هنا خلاص يا حبايبي الميكرويف فصل اهوت، المكان كله بقى بخار. هنشيل بقى البولة دي او الطبق اللي هو فيه مياه سخنة ده، بس خلي بالكم هو بيبقى سخن جدا. معايا هنا فوطة ميكروفايبر، هشيل بس الطبق ده والجزء ده كده، القطعة دي والقطعة دي، ادي خليها من دلوقتي. وهنبدأ ان احنا ننظف بالفوطة دي من جوه. انا ما ببلوش بأي سوائل ولا اي مواد تنظيف ولا حاجات من دي، هو بس البخار بالمية بالخل بالليمون بيخليه من جوه زي الفل، لان لو في اي دهون او حاجة مطرح تسخين اكل او مكان طرطشة اكل احنا مسخنينه، البخار بيخلي كل ده ينضف، لان البخار كمان بيبقى مكانه خل بليمون، فكل ده بيتنضف. احنا مش محتاجين ان احنا نحط فيه اي مواد تنظيف عشان بس كمان نحافظ على الكفاءة بتاعته وقت تشغيله، لأن الحاجات دي بتتأثر بطريقة التنظيف بتاعتها. شايفين من جوه بقى عامل ازاي؟ شايفين بقى بيلمع ونضيف ازاي؟ هو بس المية السخنة بالخل والليمون، اكتر من كده ما بعملش. والموضوع ده بعمله مثلا كل 3 4 ايام، لو كترت اوي يبقى كل اسبوع يعني، لان كل ما نخلي الميكرويف نضيف ده يحافظ لنا على الطاقة بتاعته، وعلى ان هو يبقى بيسخن كويس، ولان هو ما يفسدش ويبوظ بسرعة. هنعمل برضو هنا الباب، نمسح كل جزء فيه، لان كل جزء هنلاقي فيه بخار اصلا، هننظف كل جزء فيه. حتى كمان لوحة الزراير دي او التاتش بتاعه هننظفه برضو. خلينا نرجع الجزء ده مكانه.
بالنسبة للطبق اللي هو بتاعه دون، هجيب الفوطة واخد مية من اللي هي اللي كانت معانا في الطبق، وامسح بيها بحيث ان اي فتافيت عيش او ردة او حاجة عليه تنضف من المية السخنة كده، ومكانها خل وليمون، انضف حاجة يعني. دلوقتي معايا يا حبايبي معايا فوطة قطن، او لو عندك قماشة قطن ممكن تنشفي بيها برضو، عشان لو في بواقي بخار او بواقي مية من اللي متبقية معانا جوه الميكروويف، الفوطة دي ايه تمسحها كويس. الشكل ده كده متأكد ان هو بقى ناشف تماما، ونمسح كل الاجزاء بتاعه من بره، وبرضه نمسح الباب. نحط بقى الاجزاء بتاعته اللي احنا شلناها والطبق بتاعه. بس بالشكل ده كده يبقى احنا نضفناه من جوه، ونعمل برضو الايه المراية بتاعته، الباب بتاعه من بره. هو الباب بتاعه بس عامل زي المراية، فمبين المكان اللي انا فيه، معلش. بس وبكده يبقى الميكروويف بتاعنا نضف من بره ومن جوه، وبقى زي الفل. اتمنى ان الحلقة النهاردة او الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسونيش يا جماعة لو سمحتم في اللايك وفي الشير، وتشتركوا في القناة وتسيبوا لي تعليق جميل كده زيكم. بحبكم يا حبايبي، مع السلامة.